قدومي أورك كالميكو أنصح في عبد مالك شيخ موسى علدون ومالنتي شالي سو غاري مقالة عيري قابو أيا ديغ العاق قارسيي كنتن قيسو كميدا دينير تاكونو الحافظ دا حافظ صومالي مقالة سي وقورينا وحافا فاهين كبحيي ديغ داني يسيدي أي كتمي سمفالي عبد مالك شيخ موسى علدون ويساقو مقالة عيري قابو ويمي سيدي دينير تهال كاسي كنو وأوركودو كالاقايب قادان لها بيشا براكيسان ربادان تاكولين وقارسين لها هذان ونهاي الله كالمية كون استصدت كذن يرتاه دتك العسان هي أنت لذن حال كذا وحقق بن كرتاه وحنسوق عرني قبل كسناج حرون تيسا رجابه وحنقصق نهاي حافظة لا يقان حافظ صومال هل كان وحدقن دذن يره وعادو ترى بذن وحنسوق عرسيني دتك ذن يرتاه العسان قار كم ده وحنسوق عرسيني قدر العاقة أو كوبن أو أن لسوق عرسيه أو أن لجري dadka baahan siya marka maanta halkan waxaan ku gudoonsiinaynaa in konton xaaladood ama konton qof ayaa waxaan gudoonsiinaynaa min konton dollar waxa haray dad badan oo jiricsan yaani ma oran karno dadkii jiricsanaa kulligood waan u siinay maanta laakiin waxa weeye dadkani waa dad baahan عبد المالك الشيخ موسى علدون يسقو هذا الكيساسي وتوحى وشجعي إن قدوميا حافظ حافظ صومال أبكر عبد عثمان وما أنت لقى بلابو أوركود وياه يحبين وشوكتا مقالة عرقابو إن وحكروا حصد مدن ما أنت هلك أنكر واقية أبكر عبد عثمان يحبناها لا شقية وحايكو صابيرين كالمية كون ضدك سما فرياشة إلهي إلهامية إن سماها سميان ملك استوى يتوغان إن حافظاً كور هيان، وإلا سوحيلان جددة، وإلا سوحيلان جددة، إن شاء الله قدوميها جددة، أبكر عبد العثمان، لامبركيزة، شاشة دايان كوقرينا. أصدق خلينا وحال كاسي كهر لا يحبنا كم إذا جددة حافظة حافظ صومالي مقالة عرقابو، وكم هاد عليي ديقضن لسو قرسيي. هل كمان توحنا لشوقة، ورد الله يراهضو، كلمة يكون، أو هجامين أيو، عبد المالك وقامين أيوه رنتي أدب نقوم عندنا قينا وحي صو أبارين المشي وكتير السنة مقالة دكمة عرقابة وحافظ صومال وقلنا وليد وقلت كتير السنة كنا ولا أي صو أبارين إلى هنا إلى هنا بنو وفتشي ضد قال يا كنت قويس وقويس والفلسطيني كنت الدولار وأنا كيف دوني ما قاعدوا علي هذا أبكر عبد عثمان لمبر كي يقول وحوي 421 6058 qolada la yado kaalmay kuwan oo uu wado Cabdi Malik oo hoggaaminayo alxamdulillaahi rabbil caalamiin horta ilaahay baa mahad leh ilaahay baa nu mahadnaqayna mahad labaad waxaanu naqayna allah weyna noo soo daayay Cabdi Malik inoogu keenay halka gabagabadiina waxa halkaasii ka mahad celiyay deeqdaasi loo qaybiyay qaar kamida dadkii ka faa'iideystay taakulayntaasi ana xagmidaan lahayn hor ilaahay shibilaahay xugu qaybiyay shalay maadeen maanta loo qaybiyay koobad ee ku guureysata kota kaqo waa mahadsan tahay hay'adani Allah ha idin kaalmayo idinkana annagana ogaada amri baanu joogna Allah ha odigan Allah ha siiyo iyakana ummadana caafimaad sare ana Allah ha siiyo meel uu joogaba Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstar TV magaalada Cargaabo